شخصيات عراقية ذات طابع مصري تضج بمحبيها الذين يأتون لاستماع والاستمتاع بأغنيات السيدة أم كلثوم حصراً. مقهى بغدادي يجمع محبي الست من كل المحافظات العراقية. طبعاً أم كلثوم زارت العراق مرتين سنة 1932، التقت في ذاك الوقت بالرصافي والزهاوي ومجموعة من الشعراء، فغنت في ذاك الوقت أغنية سليمة مراد المشهورة قلبك صغر جلمود. بواسطة اسطوانات قديمة يطرب صاحب مقهى أم كلثوم وسط العاصمة بغداد روادها الذين يعشقون كوكب الشرق. هذا المكان يعج بصورها التي التقطت في محافل مختلفة ومنها خلال حفلتها الشهيرة في بغداد. مقهى أم كلثوم مقهى تعتبر تراثية وأكثر العراقيين يحبوها، يحبون يستمعون إلى أغاني أم كلثوم. وأنا بهاي المقهى بديت من سنة 70 ولحد الآن ألتقي بها. يعني أم كلثوم تعتبر قامة غنائية ما تتكرر. أوقات الراحة في البيوت العراقية لا تخلو من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية. هذه الأعمال تعد جزءاً أساسياً لدى العائلة العراقية، لا سيما تلك الأعمال الكلاسيكية التي أثرت وشكلت جزءاً من ثقافة المجتمع العراقي. أنا متابعة للفن المصري وخصوصاً الأفلام والمسلسلات، طبعاً أتابع على حسب النجوم، ومن النجوم المفضلين أحمد حلمي فيلم عسل أسود ودنيا سمير غانم بآخر فيلم إلها اللي هو تسليم أهالي، ومن الجيل القديم أحب نور الشريف مسلسل أنا عايش في قلبابة أبي والحاج متولي، ومن الأفلام القديمة اللي هي شموع السوداء وأفواه وأرانب. لا تخلو البيوت العراقية من مشاهدة الأفلام والمسرحيات المصرية وحتى الدراما، يعني أثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي. نشوف اليوم أي سهرة صير ببيت، أي تجمعات، لازم يكون فيلم مصري حاضر. حتى الأعمال السينمائية الحديثة أصبحت جزءاً من روتين العراقيين. صالة العرض العراقية تشهد إقبالاً كبيراً لمشاهدة الأفلام المصرية التي تصدر شباك التذاكر وشهدت زخماً جماهيرياً كبيراً. من بغداد هبة التميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.